السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نصاوبوا واحد السميجه عندها خياطه في الظهر وفي الامام، عندها واحد البليه من اللور وعندها البليات من القدام. دابا ان شاء الله نفصلوا داك الجزء الفوقاني اللي غيكون فيه الخياطه، وعاد نوريكم كي غنديروا الجزء التحتاني. انا عندي غنحط العبارات، عندي التوب بعدا هنا على 4 طاويه في الطول، هذه الحاشيه وطاويه على 4، من هنا غيكون مسدود، السوميجه غتكون مسدوده، غتكون عندها واحد 4 تصديفات في القدام. عندي الكتاف فيهم 20 وزيد سنتيم ديال الخياطه 21، نهبط انايا 3 ديال السنتيم. غندير في داك الهبطه اللي غندير هنايا، غندير فيها 18، هنا عندي فيها 18، هاد القطعة هادي الفوقانية غتكون فيها غير 18. نحط هنا في الدورة ديال العنق ونحط 7، ونهبط في الدورة ديال العنق ديال الخلف 2 سنتيم، صافي نحيد هاد القطعة هادي كلها. غنجي لهنا نهبط 3 سنتيم، نحيدها اللي درت، هذه هي القطعة. دابا غادي نفصل التحتاني باش غيكون فيهم البليات. غنجيب التوب، انا هنا طاويه في الطول، غنجيبو دابا وغنطوي في العرض. البليه انا غندير فيها 4 سنتيم، ها هي درت 4 هنايا. هاد 4 سنتيم ما غاديش نحسبوها، غتكون هاديك ديال لي بلي. باقي 37 عندي في العرض، فاس الايفازي من التحت باركة 37 راه مزيانة. دابا غنحط العبارات ديالي ديال، غنجيب هاد القطعة هادي وغنكمل عليها العبارات. غنحطها هنايا، ما غنحسبش هاد 4 سنتيم اللي عندي هنا، وندخل تمن الخياطة. راني مدخلاها 2 سنتيم ديال الخياطة، هاني زايداها هنايا مركبة على التوب كما شفتو معايا، 2 سنتيم زايدة ديال السورجي والخياطة. دابا غنشوف فين عندي 21، هاهي جاياني هنا 21، هنا قبالتها ندير 21، نشد 21 من هاد الخط اللي دايرة، ما نحسبش البليات ما نحسبهمش، ونطلع هاد الخط هكا هنايا. عندي في الصدر عندي في عندي 26، ونزيد 2 سنتيم ديال الخياطة.
انا بطمن هذه النقطه هذه البطن 14 ومن البطن الحوض 14 عندي 25 في البطن هي 27 نزيد جوج سنتيم الخياطه ضروري والحوض عندي 30 غنحط البيستول هنايا الا ما كانش البيستول غندور غير بيدي صافي هذه هي الدوره ديال التركيز ديالي نجيب البيستول ونصل هذه النقطه مع هذه النقطه نقلبها طبعا نشد الطول ديال السومي ديال الشوميزه الطول عندي 82 وغنزيد 6 ديال السنتيم حتى دير مولاتها لي سياج صافي سلت هاد النقطة هادي مع هاد الخط هنا اللي درت هنايا غادي نطلع واحد شوية واحد العشرة سنتيم باش نديرها لها مدورة باش تجي دايرة نجيب اما بيستولي اما نديرها بيدي هكايا نحط البيستولي هنايا نشدها غير من النص ديال الدوفا ولا كندير لها غير بيدي هكايا كندورها هاد البلاصه هادي فين غتكون الفتحه هنا غندير كرانه باش نبقى عاقل عليه ملي نكون كنخيط صغيره حتى هنا نحبس بالخياطه صافي هذا هو الدوفات ديالي بربعه هما مصاوبين الظهر والامام دابا غنعبر شحال عندي في التركيز عندي 27 نحيد الظهر بوحدو هنا في الامام ديال غنهبط 8 ديال السنتيم من الامام هنايا سنتيم ونص كنقص جوج سنتيم دابا الثوب رقيقه نقص غير سنتيم ونص صافي هذا هو الامام ديالنا غادي نفصل لها السجفه هنايا حيت الكول غيجي فيني غير في السجفه ما غنديرلوش كل شوميز نجيب الثوب نطوي هكا على أربعة هذه هي 27 ديالي انا حطيتها هنايا جاياني في هذه البلاصه هذه غادي نهبط من هنا 13 هي هذه عندي في الكمامه 55
وغنزيد 3 سنتيم ديال الخياطه. نركم ما يكونوا سامبل، يكونوا غير ندير لهم لوغلي وصافي من المونش. نجي هاد النقطه هادي، نربط لهاد النقطه هادي ديال المونش، ندير في الدراع 20 ندير لها 21. نسير هاد النقطة مع هاد النقطة هنايا، نقسم هذا على جوج، وهذا على جوج، وهذا هنا على جوج. نخرج من هنا سنتيم، ندخل من هنا سنتيم، نجيب هذا الخط، هذا الخط نجيبه ندوزه على هذه النقطه اللي في الوسط هنا، نجيبوا لهذه النقطه هذه ونخرجوا لهنايا. نجيب البيستولي نحطها على هذه النقطه فين درت 21، هادو هما الكمام ديالنا، نعلمهم ان ندير لهم كرانه. نفصل داك السجفه اللي قلت لكم ديال الامام، هذا هو ديال الامام اللي هبطنا هنايا 8 ديال السنتيم. غادي نجيبو نحطو هنايا، هذا راه دايره على جوج انايا، الطريف هذا داير على جوج صافي. ندور هنايا مع الدوره العنق، ندخل هنايا واحد 7 سنتيم، نجي نيشان هنايا وصافي. هنايا نهبط 10 سنتيم، وندير الدوره هنا لهذيك 7 سنتيم اللي عندي، كندور معها غير بيدي هكايا. هذه هي السجفة ديالي، دابا ان شاء الله ندوزو للخياطة.